مساء الخير. مساء النور. ممكن تعرف نفسك؟ ابراهيم كمال، مؤسس فريق فدائي وفي حركة شباب مصر للتوعية وفي مشروع احمد زويل بورسعيد. احنا ساعة موقعة البياعين. تمام. كنا شايفك بتدور كده على الخيام وعلى بعض الحركات في الميدان. تمام. وسمعت ان حضرتك عامل مبادرة، ممكن تعرفنا ايه هي؟ احنا كنا عملنا مبادرة كده لتوحيد الميدان، فجمعنا القوى السياسية كلها اللي في الميدان، كانت بمساعدة الجماعة السلفية الدعوة السلفية، كانوا هما اللي مشاركين معنا فيها، فاتفقنا مع بعض ان احنا عايزين نوحد الصفوف بالجمعة الجاية ان شاء الله، فقمنا بالمبادرة ديت، لفينا على كل القوى السياسية اللي موجودة في الميدان. طبعا هم كتير جدا، احنا لحد دلوقتي معانا تقريبا بتاع 26 قوى سياسيه، منهم 6 ابريل وناس كتير جدا. طبعا اتفقنا على هدف واحد، هو ان احنا نوحد صفوفنا، مطالبنا تبقى واحده، عايزين يعني اهدافنا تبقى واحده في ان شاء الله للجمعه الجايه. وطبعا الناس اللي معانا دي كلها ال 26 قوى دول هم كلهم نازلين معتصمين ان شاء الله من الجمعه الجايه بقرارات جماعيه، هنوحد ان شاء الله المنصات من الجمعه دي، هننزل بشكل لطيف جدا وسط الميدان بتشيرتات كده فريق فدائي، ومعانا برضو المجموعه السلفيين معانا هينزلوا بتشيرتات تانية، ان احنا هندي امان للميدان في النص، هنخلص لو في اي حاجه في النص هنعمل زي توعيه للناس النازلين ليه. بس هي دي الفكره كلها، وان شاء الله هي يعتبر ناجحه لحد دلوقتي بنسبه 100%. بعد ما خلصنا المبادره امبارح، السلفيين الدعوه السلفيه عملت مبادره حلوه جدا، هي عيش وملح حاجه زي كده، قعدنا مع بعض واكلنا عيش وملح مع بعض كلنا، وقلنا دي بدايه جديده للثوره الجديده ان شاء الله اللي احنا بنكملها، وهنرجع زي 18 يوم يمكن اكتر كمان من بدايه الجمعه الجايه ان شاء الله. يعني ان شاء الله مفيش تخوف من الجمعه القادمه ان شاء الله؟ لا، مفيش اي تخوف، وكانت كل الدعاوي اللي كانت معموله دي لتفرقه الصفوف. احنا طول ما احنا كده هما مش عارفين يسيطروا علينا، فهم بيحاولوا يفردونا عشان يكسرونا واحد واحد. هي دي الفكره كلها، ان مفيش اي حاجه تحصل الجمعه الجايه، وان شاء الله هتبقى اقوى جمعه في الثوره كلها. انت عملت عمل طيب يعني، وانا بشجعك ان شاء الله تحت امرك في اي وقت يعني. ماشي، فرصه يا باشا. تعرف على حضرتك. اهلا بيك مصطفى محمود. اهلا استاذ مصطفى. اهلا بيك. ايه الحاجات الحلوه؟ احنا موجودين في الاعتصام، ما سبناش الاعتصام، لكن منشغلين بقى لنا اسبوع او اكتر يمكن بتطمين الناس ان الجمعه الجايه جمعه وفاق، جمعه استكمال لمطالب الثوره، على الاقل 90% من المطالب اللي هترفع يوم الجمعه مطالب متفق عليها تماما، وبافتراض انه هيكون بعض المطالب الخلافيه موجوده، فهنلتزم بحريه التعبير عن الراي داخل الميدان، احنا حريصين على دوت، ووصلنا لاتفاق زي ما ابراهيم قدم، عندنا في مبادره قدمناها، المبادره ديت شارك فيها ووقع عليها الائتلاف الاسلامي الحر، الدعوة السلفية، ائتلاف النهوض بالأزهر، جبهة ثوار التحرير، حركة شباب 6 أبريل، حركة كفاية، الجماعة الإسلامية، حركة شباب 6 أبريل الديمقراطية الجبهة الثانية، جبهة القومية للعدالة والتنمية، حزب الجبهة الديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو، ائتلاف اللوتس، الاتحاد المستقل من أجل مصر، جبهة الإنقاذ القومي، اتحاد ثورة مصر، رابطة النهضة والإصلاح، مجموعة من المعتصمين المستقلين كتيرة، فريق فدائي، إبراهيم والفريق، وأنا عضو في الفريق معاهم، فريق عمل في يوم معركة البيعين على طول، يعني أنا يعني بشد من أزرهم الحقيقة، من أحسن الفرق، يعني هما الناس اجتمعت مش على أي أيديولوجي ولا أي فكر سياسي، هما مجتمعين على أعمال متفق عليها بينفذوها في الميدان. يعني عدد، يعني احنا تقريبا 26، عشان ما طولش عليك، تقريبا 26 ائتلاف او حركه ماضيين على المبادره دي. ان شاء الله تبقى احسن ان شاء الله. يوم الجمعه يوم توافق، يوم ائتلاف، ما فيش فيه خلافات، مش زي احنا الحقيقه يعني اللي استنفرنا رب ضاره نافعه، بعض التصريحات اللي كل التيارات الاسلاميه ما عدا صاحب التصريحات استنكرتها وقالت انه التصريح ده لا يمثل الا صاحبه، ويعني الحمد لله الموضوع جيب بفايده ان احنا بقى في حاله تالف، وان شاء الله يوم الجمعه يكون يوم ممتاز ان شاء الله.